بيقول ابراهيم صلاح انه تقابل مع الخميني في فرنسا قبل ان يصل الخميني الى طهران قبل 79، يعني قبل سنة 79 الثورة الإيرانية، والخميني راح إيران، رجع إيران 79. بيقول إبراهيم صلاح هذا الكادر الإخواني المتربي في بيت حسن البنا إنه تقابل مع الخميني قبل 79 وصار هناك علاقة وطيدة وثقة بين الإيرانيين وبين إبراهيم صلاح، حتى إنه إبراهيم يزدي كان مساعد الخميني أصبح فيما بعد وزير خارجية، كان أقرب المقربين وأكثر صديق قريب من إبراهيم صلاح. بيقول إبراهيم صلاح الخميني سألني على الآتي. تخيل الخميني قائد الثورة الإيرانية قاعد مع إبراهيم صلاح سنة 78-79، سألوا على إيه؟ الأزهر. الخميني سأل الكادر الإخواني إبراهيم صلاح عن الأزهر، قال له أخبار الأزهر إيه بالضبط؟ قال له الأزهر بيكره المذهب الشيعي، والأزهر رأيه إيه من الثورة الإيرانية، والأزهر رأيه إيه من المذهب الشيعي عموما. تخيل ده الحوار اللي دار بين الخميني وبين إبراهيم صلاح. بيقول ده مين اللي بيقول إبراهيم صلاح، من ضمن الأسئلة التي وجهها الخميني لي كانت تساؤل حول موقف الأزهر من الشيعة، فقلت له على حد علمي أن المذهب الشيعي يدرس في الأزهر. المذهب الشيعي بيدرس فين؟ في الأزهر. مين اللي قال؟ إبراهيم صلاح قال للخميني لما سألوا عن الأزهر والشيعة، وهناك قبول له وسط السنة. يعني إبراهيم صلاح بيكذب كذبا واضحا وضوح شمس أغسطس لما بيقولوا الأزهر بيدرس المذهب الشيعي، وفيه قبول للمذهب الشيعي وسط أهل السنة. ده فكر الإخوان، ممثل في وزير خارجيتهم إبراهيم صلاح. فرد علي وقال نحن لا يجب أن نفرق بين السنة والشيعة. ده الخميني وهو بيتكلم. يبقى أول منعطف يجب أن نقف عنده وهو من أعطى لإبراهيم صلاح الكادر الإخواني تفويضا أن يتحدث باسم المؤسسة السنية الأكبر في العالم وهي الأزهر. ده أول سؤال. اتنين، لماذا تحدث إبراهيم صلاح وأفاد للخميني بأنه المذهب الشيعي محبوب في مصر؟ هل كان نوع من دغدغة مشاعر الخميني؟ هل كان بيستهدف أن هو يستميل الخميني في هذا التوقيت؟ هل له حق أن هو يتحدث في مثل هذا الأمر وهو لا يمثل إلا نفسه أو يمثل جماعته؟ ده كان أول سؤال، وأعتقد حتى الآن لم يجيب أحد عليه، ولم أرى تصريحا من الأزهر حتى الآن حد علمي ليرد على جماعة الإخوان بأنهم استخدموا اسم الأزهر استخدام سيء عن طريق إبراهيم صلاح عندما التقى الخميني في باريس.